مرحبا ويعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله رح نستكمل في موضوع الفانكشنز وبالأخص موضوع السترينج فانكشنز. غطينا مجموعة منها في الفيديو السابق، اليوم إن شاء الله رح نستكملها. في عنا مجموعة من الفانكشنز حنتعرف عليها اليوم، اللي هي السلايس والسب سترينج والسب STR والريبليس والترم. طيب خلينا نشوف طبعا اختصارا للوقت، ويعني عشان ما نطولش كتير في الفيديو، في عندنا variable لو اسمه course ماخذ string value، وانا السترينج هذا بعمل عليه بطبق عليه functions مختلفة سواء slice او substring او replace الى اخره. طيب خلينا نشوف بداية كل الاوتبوت راح اطلعه انا في الديف اللي هو اسمه output اللي هو فاضي عندنا هنا، اوكي. راح استدعي واحد واحد، نيجي نشوف عندنا extract one بقولنا course اللي هو string dot slice ماخذ 2 parameters 3 و5. نشوف هاي extract one، نطبع ونشوف شو طلع لنا. هاي extract one طلع لنا an، نيجي نشوف يعني اخذ ذول الحرفين an. طيب نيجي نشوف، احنا قلنا انه بنعد من الindex 0، هاي 0 1 2 3، يبقى هو اخذ من الA اللي هو الindex 3، n هي index 4، c 5 وقف، يبقى الخامسه ما خدهاش. يبقى السلايس ايش بتعمل؟ بتاخذ جزء من السترينج وبتطبع لنا اياه، او بنقدر يعني نستخدمه تعملنا extract لجزء من السترينج. بقدر استخدمه كيف؟ بقدر اعمل extract بحدد من وين البدايه من النهايه، وين النهايه، وين البدايه بقول له من الindex 3. الindex لو بدنا نعد هذا، هي 0 هذا 0 هي 1 هي 2 هي 3، يبقى الA هي 3، الN 4، C 5. لاحظوا انه C ما اخذهاش، يعني 5 ما بياخذهاش، يعني فعليا بياخذ 3 و4. طيب لو غيرناهم وقلنا مثلا من 0 ل 5 ايش اخذ؟ شوف اخذ الA والD والV والA والN، 0 1 2 3 4، 5 ما اخذهاش. هذا عشان انا اعمل extract لجزء من السترينج. طيب الفانكشن الثانية extract 2 هي نفس الفانكشن slice، بس منلاحظ negative values سالب 5 وسالب 2. ايش يعني؟ معناها لما تكون ال values بال negative values معناها ابدأ من ال end لل string، يعني ابدأ من اخره، يعني حيبدأ من هنا، هاي 0 هاي 0 اوكي، هاي 0 هاي 1 2 3 4 5. هو بده ايش؟ بده 2، هاي 0 سالب 1 سالب 2 اللي هو الان، سالب 3 سالب 4 سالب 5، سالب 5 مش حياخدها، معناها من الان للاي. نشوف هنطبع extract 2، هاي من الان للاي بالعكس، بدا ان وجي واي، يعني من سالب 2 هي 0 سالب 1 هي سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 بياخدهاش، اوكي. هاي بالنسبه لايش؟ للسلايس. يبقى السلايس ممكن تاخذ 2 باراميترز، الستارت اندكس والاند اندكس. الاند اندكس هذا بيوقف قبل منه بوحده. البوزيتيف فاليو بتبدا من بدايه السترينج، النيجاتيف فاليو بتبدا من نهايه السترينج. طيب لو انا اعطيته بس 1 باراميتر، لو انا اعطيته بس 1 باراميتر، ايش 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 بتكون النتيجه؟ 3، يعني ابدا من 3. طب وين يروح؟ ضلك للاخر، هي معناها. طيب نيجي نشوف، هي نشوف نستدعيها، ابدا من 3، 3 مين هو؟ حرف الA، وهي يكمل للاخر. وين 3؟ هي 0 هي 1 هي 2 هي 3، مين 3؟ الA. يبقى انا معطيه 1 باراميتر، يعني ابدا من عنده وكمل للاخر، اعمل لي اكستراكت لكل هذا للاخر. يبقى هاي السلايس، السلايس ممكن تاخذ 2 باراميترز او 1 باراميتر، 2 باراميتر للستارت والاند اندكس، اذا كان نيجاتيف بيبدا من نهايه السترينج، واذا اخذت 1 باراميتر بعطيه الستارت وبقول له كمل كل السترينج اللي بضل. طيب قلنا في سب سترينج، السب سترينج هي نفس
السلايس لكن ما بتقبلش نيجاتيف فاليو. يعني لو انا اعطيتها 0.5 اوكي بدي اطبع اكستراكت 1، اول شيء بدي اطبع اكستراكت 1 اشوف بتعطي نفس الناتج ولا لا. اكستراكت 1 ايش عطتنا؟ هي ادفان اوكي تذكروا. لكن لو هنا لو قلت له 0.5 بدي استدعي اكستراكت 4 هي نفس الفاليو ادفان اوكي. يبقى يبقى السب سترينج بتشتغل نفس شغل السلايس بس ما بتقبلش نيجاتيف فاليو. طب الاس السب اس تي ار اوكي السب اس تي ار شوف هاي ايش بتعمل. بقول لي سيميلر تو سلايس زي السلايس بس ذا سكند باراميتر سبيسيفايزز ذا لينث اوف ذا اكستراكتد بارت. يعني انا باجي بقول له ابدالي مثلا من صفر وخذ لي خمس حروف خمسه كاركترز. نيجي نشوف يعني A هاي A D V A N نشوف نتبع خمسة A D V A N ابدالي من index 0 واطبع لي خمس حروف. لو انا قلت له ابدالي من index 1 واطبع لي مثلا ثلاث حروف حيطبع لي D والV والA. D والV والA تأكد هيو okay. يبقى السابسترينج الباراميتر الأول بيعطينا الاندكس من وين يبدأ، بس الباراميتر الثاني بيعطيني اللينث مش الاندكس، بيعطيني طول السترينج اللي معمول له extraction تمام. طيب في عنا الريبليس، نطبع الريبليس نشوف هاي الريبليس. بروفيشنال ادفانسد ويب ديزاين نشوف ايش مكتوب هي ادفانسد ويب ديزاين ايش عمل. بدور ريبليس بيستبدل كلمه بكلمه زي ما بنعمل في ملف الوورد. فايش بصير؟ بقول لي بدور على كلمه ادفانسد اوكي اول كلمه بتمر عليه ادفانسد بيشيلها بحط بدالها كلمه بروفيشنال، حط بدالها كلمة professional. يبقى الريبليس بتاخد two parameters. الباراميتر الأول هو النص اللي أنا بدي أشيله، والباراميتر الثاني هو النص اللي أنا بدي أحطه بدل النص الأول. معنى هنا string وهنا string عشان هيك في عنا double quotations. طيب لو هذه كانت الادفانسد الأولى small letter، أنا بقول له دور لي على الادفانسد capital letter أول واحدة واستبدلها في professional. شوف اول واحدة ادفانس ضلت زي ما هي لانها سمول لتر، والثانية هي اللي تغيرت اجا هنا لا الادفانس هاي سمول لتر كيس سينسيتيف يبقى مش هي، قال هاي مش هاي فما غيرش هاي لبروفيشنال. اجا هنا لا كابيتال لتر غيرها بروفيشنال فغيرش الاولى وغير الثانية صارت ادفانس بروفيشنال ويب ديزاين. يبقى الريبليس كيس سينسيتيف، انا الكلمة اللي بعطيها هنا بدور عليها تيبيكال بالضبط. طيب لو انا بدي احل المشكله هاي بستخدم حاجه اسمها regular expression حنحكي عنها لقدام بالتفصيل، بس لاحظوا انه بالشكل هذا بالشكل هذا بالضبط من غير double quotation وعندنا حرف الاي. في هاي الحاله بقول له دور لي على case sensitive او يعني small او capital ما عنديش مشكله. خلينا استدعي replace 1 لي هذه ونشوف هل حيبدل اول هاي professional advanced web design. طب غير الاولى، طب يمس الثانيه كابيتال لتر وما غيرهاش ليش؟ لانه هو بيعمل جاست اول اوكيرنس بلاقيه اول كلمه بلاقيها يعني ريبليس. طب لو انا بدي اعمل ريبليس اول اوكي هنقول ريبليس اول. لو انا بدي اعمل ريبليس اول يعني بدي اقول له غير لي كل كلمه الديزاين، عندنا كلمتين ديزاين خليها بدل الديزاين خليها ادفانس لسه، وبدأ أعملها هذه capital letter وهذه capital letter. يعني بدأ أقول له غير لي الادفانس capital letter okay بprofessional. هلا إيش بصير هنا؟ هاي الجي معناها replace all، ندور على كل الادفانس capital letter وحولهم لprofessional. فإيش بتصير؟ نحن نستدعي replace 2
صارت professional web design. طيب يبقى معناها عشان احل موضوع الكيس سنسيتيف انا بستخدم regular expression هذا، وعشان احل replace all بستخدم هذا. طب لو بدي احل التنين يعني بدي يعمل لي replace all وياخد capital و small letter، هاي بدي اتركها لكم. انا فرجيتكم كيف انه هي اساسا replace بتشتغل case sensitive، يعني اذا انا اعطيته capital letter بدور بس على capital letter، بدور بس على اول كلمة بتواجهه، يعني بعمل replace. عشان احل مشكلة الcase sensitive بستخدم الregular expression هذا مع حرف الاي، فبروح بدور لي على capital او small whatever بعنوش. اذا بدي اعمل replace all لأي تشابه بستخدم هذا الregular expression. طب لو انا بدي اعمل replace all وبغض النظر capital او small، هذا اسيبها لكم. طيب يبقى تعرفنا على slice, substring, substr والreplace. طيب في عنا هنا string، لاحظوا هنا في space، في space، وبقول له انا اعمل لي ال str هذا اللي هو السترينج، اعمل لي له trim. اوكي، وانا بدي اقول له بدي اطبعها مباشره هنا، اقول له str.trim، ممكن اخزنها في variable واطبع ال variable. اوكي طيب نيجي نشوف. اوكي سوري بدي اطبعها انا بالالرت عشان تبين. سوري هيك مش هتبين. بدي اقول له alert str.trim. ليش مش هتبين في ال HTML؟ لان ال HTML بياخدش مسافات. اوكي ignore ال spaces، مش هتبين معنا. لكن خلينا نشوفها هنا. ايش بدي اعمل انا؟ اول حاجة بدي اطبع ال str في ال alert message عشان افرجيكم الفريق. هاي ال str، str اطبعها في الالرت مسج. هيا لاحظوا السبيس قبل مبينه، لكن لو انا اجيت طبعت الاس تي ار هنا شايفين مش مبينه، فيش مش مبينه سبيس لانه اجنور سبيسز مش هتبين، عشان هيك انا بدي اطبعها في الالرت مسج. فبدي اقول له اشيلها من هنا واقول له اطبع لي str.trim. .trim ايش هتشيل؟ هتشيل المسافات. هيا اوكي شفتوا هي هاي from js function، ما فيش فيش قبل الهاي سبيس، لكن لو انا قلت له str لحالها هي في عندنا سبيس هنا، وال str.trim هيك شال لي سبيس. يبقى الترم ايش بتعمل؟ تشيل السبيسز. طيب اخر نقطه بدنا نحكي فيها في الفيديو هي في عندنا هنا var p بيساوي course 1، بدي اطبع البي واشوف ايش بتطلع لي. الدي ايش الدي هذا؟ 0 1. يبقى انا بقدر هذا موضوع الاريز اللي مر علينا قبل هيك، كيف الاري كيف الاري بنطبع لو كان في عندنا مجموعه من الاليمنتس كيف بقدر اصل لها. هذا الموضوع ان شاء الله حنحكي عنه بتفصيل اكثر في موضوع الاريز، بس واضح انه هنا هو بيتعامل مباشره هي الكورس هذه 0. لو انا قلت له 0 حيطبع لي حرف الاي زي ما كنا نطبع الاري كورس الزيرو، حيطبع لي الاي بهنا بعطيه الاندكس واقول له كورس الزيرو، فهو حيجي الكورس هي زيرو هي واحد هي اثنين هي ثلاثة الى اخره. وبالتالي طب انا بنفع هيك ما خزناش الفاريبل اقول له كورس الثلاثة مثلا نو بروبلم هي الاي سمول اللي هي هي 0 1 2 3 حرف الاي سمول. يبقى هذا بالنسبة لموضوع الفانكشنز. إن شاء الله بننتقل بعد هيك لموضوع الأريز، وحنحكي عن الأريز بتفصيل كبير إن شاء الله، وإن شاء الله يكون الموضوع واضح. أهم إشي طبقوا وتتأكدوا أنكم فاهمين الفانكشنز كويس. يعطيكم العافية.